حملة كامل جميلك طبعا المسؤول عنها المستشار عادل رفاعي صاحبي واخويا، وبشكره جدا على الدعوة المحترمة عشان كلنا موجودين عشان خاطر مصر، وحاول يرجع الشعب لمكانته تاني بين الدول، وبنشكره جدا. وانا النهاردة موجود بدعم الفريق الاول عبد الفتاح السيسي. انتوا كان ليكوا دور في ثورة 30 يونيو، كنت الشرارة الاولى ان تخرج مسيرات من وزارة الثقافة خاصة بالمثقفين والفنانين، كانت بمثابة يعني الحمد لله الشعلة الاولى للثورة دي حقيقة. طبعا الفنانين الجمال المحترمين كلهم كان ليهم موقف جميل وباين للناس كلها من وزارة الثقافة، موجود رأيهم وكانوا مستمرين ما وقفوش. بس أنا آسف أنا ما كنتش موجود، أنا كنت عامل حادثة بقالي 3 سنين وما كنتش موجود الله يخليكم. بس أول ما جيت طبعا أشارك لمصر، وأي خير لمصر زي ما اديتني كل خير أنا رقبتي كلها في ده مصر. تقول إيه للجماعات الإرهابية اللي بتستغل باسم الدين لتقدر إن هي تجذب الناس الفقراء والناس اللي هي ما عندها الثقافة، تقدر تقول لهم إيه؟ لازم الشعب يتثقف،